الله الرحمن الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة ممتلي عمال عمالات إقليم كل من آسفي والصغيرة واليوسفية، السيد رئيس المجلس العلمي لآسفي، السيد مستشار والسادة رؤساء خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة السنافية لهذه المحكمة، السيد نقيب هيئة المحامين لآسفي، السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضية القضائيين، السادة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، السيدة المساعدة الاجتماعية بهذه المحكمة، نعم السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكرا. السيدات والسادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني، حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته والتقدير الواجب له. بداية أشكركم جزيل الشكر عن تلبية الدعوة للحضور لهذا اللقاء التواصلي الذي يدخل في إطار أعمال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بآسفي في إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات قانون رقم 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة المادة 14 منه التي حددت مجموعة من مهام اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومن بينها التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، التواصل بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي قصد الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال تفعيل إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي. حضرات السيدات والسادة، بناء على إعلان مراكش لسنة 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، هذه المبادرة البناءة التي تم إطلاقها تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، تم التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي ورئاسة النيابة العامة من أجل وضع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال محاربة الهدر المدرسي باعتباره أحد المسببات الأساسية لإبراز ظاهرة اجتماعية وهي زواج القاصر. ومن ثم كان من بين الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل الوقاية من الزواج القاصرة، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات، وأن زواج القاصر من الممارسات المضرة التي ينعكس أثرها على ضمان تمتع الأطفال بحقوقهم الكاملة. وقد انطلق تفعيل الاتفاقية في مرحلتها الأولى بمدينة مراكش في مارس 2021 ليتم تعميم تجربة على مجموع التراب الوطني تنفيذا لدورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 20 بتاريخ 9 يونيو 2021 حول تتبع إعلان مراكش 2020. حضرات السيدات والسادة، إن حماية الطفولة والحفاظ على مصلحة القاصر الفضلة من بين أولويات السياسة الجنائية التي ينبغي الحرص على تنفيذها، كما يتعين بذل المزيد من المجهودات لتفعيل مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالتوافق مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تنفيذا لمخرجات اللقاء التقييمي
الذي نظمته رئاسة النيابة العامة في يونيو المنصرم بحضور ممثلي بكافة القطاعات المهنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي كانت موضوع دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 23 بتاريخ 4 أغشت 2022. لذلك سنخصص هذا اللقاء التواصلي لمناقشة هذا الموضوع ما دام نحن في بداية موسم الدخول المدرسي 2022-2023، وذلك بتنسيق وشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والوصول إلى نتائج محمودة إن شاء الله، مع الإشارة أنه في السنة الماضية بذلت مجهودات كبيرة لإرجاع عدد من الأطفال إناثا وذكورا إلى مقاعد الدراسة، وهذا ما تم الإعلان عنه عند تقديم دراسة تشخيصية حول زواج القاصر من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة يومي 29 نوفمبر 2021 بمدينة مراكش، وكذا في اللقاء الجهوي لتتبع تنفيذ اتفاقية الإطار بتاريخ 25 يوليو 2022 بمدينة طنجة، حيث أكد السيد رئيس النيابة العامة أن الشراكة بين رئاسة النيابة العامة وقطاع التربية الوطنية مكنت من استرجاع أزيد من 20,000 فتاة على الصعيد الوطني في السنة الأولى لإعمال الاتفاقية، وعلى صعيد الدائرة القضائية لهذه المحكمة فقد بلغ عدد التلاميذ الذين تم إرجاعهم بعد التواصل معهم برسم الموسم الدراسي 2021-2022 1716 طفل، منهم 716 من الإناث، وهذا طبعا بفضل التنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للحد من الهدر المدرسي للفتيات على وجه الخصوص، سواء في حالة عدم الالتحاق بالمدرسة أو في حالة مغادرة المؤسسة التعليمية بشكل نهائي. حضرات السيدات والسادة، اعتبارا لكون أغلبية حالات الهدر المدرسي بجهة مراكش آسفي توجد بالقرى والمناطق البعيدة والفئات التي تعاني من الهشاشة في الوسط الحضري، واستنادا لمقتضيات المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 نوفمبر 1966، الذي ينص على أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، أصبح من الواجب إشراك جميع الفاعلين في الميدان من قطاعات حكومية وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق جاءت الدعوة إلى عقد هذا اللقاء التواصلي من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي لا زالت مطروحة والتي تؤدي إلى انقطاع الأطفال عن الدراسة والتدخل لحلها وتسوية وضعية الأطفال المتمدرسين الغير مسجلين بالحالة المدنية، بالإضافة إلى حالات العنف الذي تعرض إليه النساء والأطفال، بالإضافة إلى الاستمرار في القيام بحملات تحسيسية داخل الفضاء المدرسي وخارجه والتنبيه بالآثار الوخيمة للهدر المدرسي على جميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، واعتبار التعليم الأساسي هو حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، ويعتبر هذا الأمر كما تعلمون معياراً حقيقياً لقياس وتقييم مدى وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. لذلك فإنني أدعو الجميع إلى بذل المزيد من الجهود وإشراك فعالية المجتمع المدني لإيجاد الحلول المناسبة والآنية مع دعم الخدمات المقدمة والمجهودات المبذولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تسعى إلى تعميم التعليم في جميع القرى وتعميم النقل المدرسي وتقريب المؤسسات التعليمية من التلاميذ وبناء مراكز للإلواء وللإنصاف. وفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا، وجعلنا جميعا عند حسن ظن سيدنا المنصور بالله الملك محمد السادس، نصره الله وأعز أمره وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.